صناعة المنهاج التدريبي يتطلب مني الأساسيات: الحجم والشدة ووقت الراحة. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة مع الكابتن بسام الزبيدي. بالبداية عندي مسألة مهمة، هو الحجم، هو عدد التكرارات في عدد الجولات. خل نفرض 4 جولات على 10 تكرارات، بسيطة جدا. هذه شلون أكتبها؟ أكتبها على أساس الأداء. مثلا 4 في 10 كل 10 تكلفني مثلا خلنا نقول 20 ثانية. 20 ثانية في 4 جولات هاي 80 ثانية. 80 ثانية وقتها على 7 حركات حتطلع كمحصلة افتراضية، مثلا حتطلع انه اني اتمرن 9 دقائق بال45 دقيقة، انه اني مجهودي انه ضربات القلب تصعد وتنزل، بسيطة. فهنا شلون اصوغها؟ بكل بساطة، احنا لعبتنا البادي بيلدر او الكمال اجسام تعتمد على القوة المميزة بالسرعة. هنا 3 انواع قوة: قوة الانفجارية تكراراتهم من 1 الى 8 اللي هم رفع اثقال والهيفي ويت والى اخر. القوة المميزة بالسرعة من 8 الى 25. اذا اللي يلعب بادي بيلدر ليه يقول اخذ تكرار 6 و4؟ هذا مو اختصاصك. والشغلة الثانية التحمل، قوة الأخيرة هي قوة التحمل من 25 وفوق. فلذلك هذه بكل بساطة شرح عن الحجم. نروح وين؟ إلى الشدة. الشدة هي مقدار رفع اللاعب للأوزان كأنه يرفع 100% من قوته، 110% من قوته أو 80% من قوته في وقت الأداء. هذا يحدده المدرب. هنا أهم شيء أروح لوقت الراحة اللي عليه لغط كل شواي. وقت الراحة يحسب بالإحصاء الرياضي وليس باختيارات الرقمية للمدربين. شلون أحسبه؟ عندي النبض الأقصى اللي هو 220 ناقص عمرك. خل نفرض عمرك 20 سنة، 220 ناقص عمرك 20 حيطلع 200، هذا النبض الأقصى. هذا إذا المدرب وصلك إليه شلون أعرف؟ تبدي ضربات القلب تسمعها بإذنك، والأضوية تبدي حواليك تشوفها بطريقة غريبة، وبعدين يصير الإغماء، وهذا مما يؤدي باللود، لود عالي على العضلات وعلى القلب، ولا ينصح به. هذا الحد الأقصى، إذا 220 ناقص عمري. زين، بعدين وقت استيقاظ الصباح، أول ما استيقظ أشوف النبض، خلنا نقول النبض 60. منا كان عندي 220 ناقص عمرك 20 سوى 200 ناقص 60 حيطلع 140 ضربة بالدقيقة. من تشوف ساعتك أو نبضك وصل 140 ضربة بالدقيقة تقوم تأخذ جولة. فإذا لاكو دقيقة ولا نص دقيقة ولا 20 ثانية، حسب عمرك وجنسك وحسب اللياقة إلك. هذا اللي تحصل عليه على استشفاء عالي وقوة عالية، وهو هذا اللي حيختصر لك السنة في 3 أشهر أو 6 أشهر. هذا بسيط، 220 ناقص عمري، نفرض 220 ناقص عمرك 20 طلع 200، 200 في ناقص نبض الصباح 60 بنفرض يساوي شقد؟ يساوي 140 ضربة. كل ما توصل 140 ضربة قوم أخذ. زين كابتن أنا ما عندي ساعة. أوكي، أخذها على شنو؟ على مسألة النبض أو التنفس. من يشوف تنفسك شهيق وزفير، هاي أنت واصل قريب النبض القصوي. من ترجع يصير ببساطة تقدر تقول اسمك، مثلا أنا اسمي بسام ثامر عبد الرزاق،
بسام ثامر عبد الرزاق، هاي واصل قصوي، من أقوله براحتي بسام ثامر عبد الرزاق أقوم أخذ. بس ولكن يفضل بالأرقام، لغة الأرقام هي تحد ما بيني وما بين عدم التطور. نهاية حلقتنا حطلب منك البحث والاستقصاء قبل الانتقاد ومن ثم انتقد. إذا أي شخص يقدر ينتقد العلم بالشدة والحجم والوقت والإحصاء الرياضي، ذاك الوقت أنا أتقبلها منه إذا كانت هاي المعلومات كلها خارج نطاق الأكاديمية العلمية الرياضية، وهذا اللي يميز إنجازات الغرب عن إنجازاتنا. نحن نعمل بدون إحصاءات رياضية وهم يعملون بإحصاءات رياضية. مبروك عليهم القمر، وانت ان شاء الله ألف مبروك عليك تصعد للقمر وتصعد إلى مستر أولمبيا. وأخيرا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.